أنا دكتورة جازية شعيتير، دكتورة في قسم القانون الجنائي بكلية القانون جامعة بنغازي. أيضاً أنا نائب مدير مركز دراسات القانون والمجتمع منذ 2013. هذا المركز هو مركز يعنى بالأبحاث والدراسات القانونية، يدرسها دراسة وفقاً للمنهجية البينية في بيئتها الاجتماعية. هذا العلم علم يجبرك على أنك تهتم بالنشاط الحقوقي. لماذا؟ لأن المواد القانونية صعبة سواء كانت الموضوعية أو الإجرائية، وكثير من الناس سواء نحكي على الأفراد العاديين أو حتى مطبقين القانون لا يعلمونها، يجهلونها، وتطبق عليهم بحكم أن لا يعذر بالجهل بالقانون. فكان علينا واجب أن نحن نكون حقوقيين وقانونيين، نمارس هذا الواجب، واجب التوعية وواجب النشاط المدني. ما أفخر به ولله الحمد الكتابة في الشأن النسوي الليبي. أنا أولى من تحدثت بشكل قانوني، بحث محكم في جريمة العنف الجنسي زمن الحرب، وناقشت القوانين والحقوق والقرارات المتعلقة بالمعنفات. ومن هنا ولله الحمد أنا أعتبر راصدة، أو أعتبر نفسي راصدة للتشريعات القانونية المتعلقة بالمرأة الليبية. الآن عام 2020 وما قبله هو عام تدريب، عام تطوير، عام ريادة. منظمة المجتمع المدني تتجه إلى التدريب، وأغلب منظمة المجتمع المدني من النساء. التدريب والتطوير للمرأة، المرأة الليبية، هو دور حاسم في خلق قيم مجتمعية جديدة أو ترسيخ قيم مجتمعية إيجابية قائمة.